دونك دابا نشوفو لي نومبر كوانتيك. دونك كاين ربعة ديال لي نومبر كوانتيك هما ان ال ام اس. نومبر كوانتيك الاول اللي هو نومبر كوانتيك برينسيبال ديجا هضرنا عليه في سبيكتر ديميسيون و مودول دو بور. دونك دابا نزيدو هما لي نوطاسيون. دونك بالنسبة لانتيغرال ان كنسميوها نيفو كا، انتيغرال دو نيفو ال، انتيغرال تروا نيفو ام، ان او بي. دونك نومبر كوانتيك لي جديد لي زدناه هو نومبر كوانتيك سكوندير او بيان نومبر كوانتيك اوربيتال. هاد القضية ديال الاوربيتال غنفهموها دابا. اش سمينا اوربيتال؟ عندها واحد السينيفيكاسيون عميقة بزاف. دونك نومبر كوانتيك اوربيتال كيكون هو القيم محصورة ما بين زيرو و ان موان زان. مثلا بالنسبة للانتيغرال ان، ال غيكون محصور ما بين زيرو، هي القيم محصورة ما بين زيرو و ان موان زان، هي واحد ناقص واحد دونك هي زيرو، دونك ياخد القيمة انتيغرال زيرو. بالنسبة للانتيغرال دو، دونك هي القيم محصورة ما بين زيرو و دو موان زان اللي هي ان، دونك ياخد قيم زيرو و ان. بالنسبة للانتيغرال تروا، دونك هي تروا موان دو، دونك القيم محصورة ما بين زيرو و دو، دونك ياخد قيم زيرو واحد جوج. والامر الثاني اللي خصنا نعرفوه هما لي نوطاسيون ديال لي نومبر كوانتيك اوربيتال. دونك ال تيغالا 0 كنسميوه اس، ال تيغالا 1 كنسميوه بي، ال تيغالا 2 كنسميوه تي. هادو غير سميات، سميات عاديين وصافي. دونك دابا كيبقى السؤال هو شنو هو هاد نومبر كوانتيك سكوندير واش كيعني في الواقع. باش نفهم واش كيعني في الواقع ناخذ واحد المثال بسيط. ناخذ واحد العمارة، عمارة فيها لي زيتاج، لطاج الاول الثاني الثالث. لي زيتاج هما لي نومبر كوانتيك ان، بحال كانتيغالا 1 هادو هو ليطاج الاول، انتيغالا 2 ليطاج الثاني، انتيغالا 3 هو ليطاج الثالث، انتيغالا 4 هو ليطاج الرابع. دونك حنا كنعرفو بلي كل ايطاج فيه بزاف ديال الديور. دونك بالنسبه لانتيغالا 1 كاين غير ال واحد هو زيرو، دونك يعني كاين غير دار وحده سميوها اس. فوالا. بالنسبه لانتيغالا 2 كاين انتيغالا 0 انتيغالا 1، 0 هو اس و انتيغالا بي، يعني كاين اس و كاين بي، يعني كاين جوج ديور دار اس و دار بي. هنا مكاينش هادي خاوية. دونك بالنسبة لانتيغرال 3 كاين اس و كاين بي و كاين تي، 0 و 1 2. دونك كتكون دار اس دار بي دار تي، هادي تكون خاوية. دونك هاد الفكرة ديال العمارة هي نيت غنطبقوها على لاطوم. دونك ديك الفكرة اللي دشنا قبيلة ديال العمارة دابا نحاولو نطبقوها في الواقع نشوفو لاش كتصلح. دونك قبل ما نهضرو على النيفو انرجيتيك و لاش كيصلحو هاد ال، دونك قلنا بلي الا كان ال كيساوي 0 كنسميو اس، الا كان ال كيساوي 1 كنسميو بي وكذلك. المهم واحد القضية قبل ما نبداو، اس عندو اوربيتال عندو واحد جيومتري سفيريك. كيفاش سفيريك؟ يعني داير بحال الكرة. دونك اس هو واحد الاوربيتال سفيريك، يعني داير بحال الكرة على شكل صفار، و بي واحد الاوربيتال على شكل اليبس او بيان دو لوب، داير بحال اليبس. فوالا. دونك هذا اس وهذا بي. دونك نشوفو هادشي، هاد الافكار اللي شناهم حد الان دابا نحاولو نطبقوهم ونشوفو واش كيعني في الواقع ديال لاطون. دونك بالنسبة لانتيغالا 1 عندنا انتيغالا 0، يعني عندنا غير دار واحد، يعني عندنا غير نيفو واحد. دونك هنا يكون عندنا غير نيفو واحد، التيكال زيرو هو اس، يعني لوربيتال ديالنا يكون على شكل صفير، يعني بحال شي كره، يعني بحال شي كره 3 ديمونسيال. حاولوا تخيلوها 3 ديمونسيال. دونك حاولوا تخيلوا كره 3 ديمونسيال. دونك لي زيليكترون كيدوروا وسط هاد الكره، يعني ماشي كيدوروا بحال موديل دوبور كيدوروا بحال كدور الارض على الشمس، كيدوروا في وسط ديك الكره، يعني يقدر يكون هنا يقدر يكون على برا، المهم وسط ديك الكره وصافي. نيواج الكتروني كيكون على شكل كره. دونك هنا الفكره ما تبدلاتش بزاف، هنا فين عتبان الفكره ديالنا ديال العماره اللي شناها قبيله، عتبان هنا في انتيغالا 2. دونك انتيغالا 2 كاينه جوج ديال لي نومبر كوانتيك ال، كاينه 0 و 1. قلنا بلي حنا بلي انتيغالا 0 هو كيكون على شكل صفر، دونك هنا تكون صفر. فوالا، هنا كيكون نوايو. دونك هنا عندنا نوايو. دونك انتيغالا 0 يكون على شكل صفر اللي هو اس. انتيغالا 1 هنا هذه الفكره الجديده. دونك انتيغالا 1 غيكون على شكل لوب. دونك هنا يكون اوربيتال اخر على شكل لوب، غير بحال هكا. دونك هنا الفكره ديال البور خدات ضرب القضيه. بور اش قال لنا؟ بور قال لنا باللي زيليكترون كيتواجدوا غير في لي نيفو انرجيتيك انتيغال 1 انتيغال 2 انتيغال 3، يعني بلي هذا هو النوايو والالكترون كيدوروا غير في لي نيفو انرجيتيك. هاك الالكترون يدور هنا ولا يدور هنا. دونك هنا شنو لاحظنا بالنيفو في موديل كوانتي؟ لاحظنا بانه في النيفو انتيغال 2 الالكترون قد يدور على الصفر، يقدر يكون في الصفر، يقدر يدور غير هنا في هذا اللوب، هذا على شكل اوربيتال. دونك هذه الصفر الاولى اللي هي اس، دونك نسميوها حنا اس، هذا اوربيتال خاص بالالكترون، وهذا كذلك اوربيتال، يعني وسط نيفو واحد كاينه جوج ديال لي زوربيتال. هذه الفكره القويه ديال الميكانيك كوانتيك، يعني هاد ان مابقاش هو نومبر دي زوربيتال، هاد ان ولا غير نومبر ديال لي نيفو، نومبر دي زوربيتال هو ال.